أخلاقهم للوصول إلى هذا النبوغ. بنكرمهم النهاردة، وأنا سعيد جدا أن أشوف طبعا متفوقين، وده أبسط شيء نقدر نعمله لأولادنا، ونحاول إن شاء الله أن احنا نرعاهم حتى يستمروا في تفوقهم العلمي. العلم هو ركيزة التنمية والتقدم لمصر، لا بديل عنها، الكل يجمع عن ذلك. بنشكر طبعا المعلمين اللي هم كانوا لهم دور كبير في تفوق أبنائنا، ونرجو مزيد من الجهد والتقدم للفترة القادمة. زي ما بأكد وسيادة الرئيس بيأكد في كل محفل إن العلم هو أساس التقدم، لا يوجد تقدم بدون علم وبدون اجتهاد. فنرجو منهم ونتمنى لهم كل التقدم وكل التفوق في المراحل القادمة، عشان مصر تبقى زاخرة بالعلماء ويكونوا أساس في تقدمهم، في تقدم مصر لتحقيق ما نتمناه في الفترة القادمة، ونلحق بركب الدول المتقدمة، ونحن نستحق ذلك، فنحن مهد الحضارة ومهد العلم. كل التوفيق لكم والحب، وشكرا. بص يا حبيبي، ماشي. روان حسين. بص يا حبيبي، بص هنا، محمد سمير عتريس، طالب محمد سمير عتريس. وش كده؟ وش كده؟ حبيبي وش كده؟ عسل؟ مش كده؟ وش كده؟ طالبة ضحى عبد التواب. طالبة ضحى عبد التواب. ضحى وش كده؟ نبى واحدة، نبى واحدة. الطالبة مريم محمد علي. طالبة مريم محمد علي. طالبة مريم محمد علي. الطالب مصطفى حسام. الطالبة علياء جلال. طالبة علياء جلال. الطالب محمد حاتم. ايوه الطالب محمد حاتم.